صباح الهنا والسعادة والخير على حضراتكم جميعا. يوم جديد وحلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. النهاردة الثلاث 29/9/2020. صباح الخير يا فندم. صباح العسل، صباح الفل. صباح الخير على كل حضراتكم مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. أهلا بكم جميعا وبداية حلقة جديدة و10 الصبح في الأهلي، وإن شاء الله حضراتكم تستمتعوا معنا بحلقة النهاردة. نقول بقى على فقرة السوشيال ميديا. يلا النهاردة معانا فقرة السوشيال ميديا اللي حضراتكم بتطلبوها، والسؤال هو هنقرر يعني الفكرة اللي احنا قلناها امبارح في اخر الحلقة، ان احنا دايما بنحب ان انتوا تبقوا جزء من البرنامج، جزء من اعداد البرنامج، مش بس كده متفرجين او جمهور. فحابين نعرف من حضراتكم، نسألكم كده يا ريت على المستوى الشخصي، يعني تقولوا لنا ايه الفقرات اللي انتوا حابين ان احنا نعرضها معانا هنا في 10 الصبح في الاهلي. ولو كمان في ضيوف معينين حابين ان هم يكونوا معانا، يا ريت تبعتوا لنا مين الضيوف دي. فبتهيالي دي كده يعني احنا كده ضميرنا مستريح من ناحيه حضراتكم، قلنا لكم اللي عندنا وربنا يقدرنا على سرعه التلبيه، تلبيه النداء وسرعه التنفيذ ان شاء الله. ان شاء الله.